ولكن لرفض العودة إلى غرف الملابس بنتيجة سلبية. كرة ملعوبة. الله 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 الله. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. أي نعم كثرتك انفك اللحام، كثرتك انفك اللحام، لحام مرمى وقوة مرمى فريق الاتحاد من محمد الأمين افتكت الآن، افتكت الآن عن طريق مهدي. شوف اللعبة. أي نعم يرفضون العودة إلى غرف الملابس بنتيجة سلبية. المولودية يظهر بالبداية الأولى بالجول الأول بالكبريت الأول اللي يجعل المباراة ويجعل معها المدرجات. شوف العرضية، شوف اللعبة الماضية من سفيان إلى مهدي. الكرة ملعوبة عن طريق بوتربال، محاولة لمصلحة الاتحاد من أجل العودة مرة أخرى. لعبة. يا سلام يا سلام يا سلام. مرور لكن ما زالت. الله يا سلام يا سلام. لا تعطيني أي نقطة. انتصر على الغريم التقليدي. الاتحاد يعود من جديد جديد في ديربي العاصمة الكبير. الجماهير تولع في أحداث هذه المباراة. شوف العرضية من اللعبة الماضية. كان على المرور، من كان على المرور، من كان على التمرير. عبد الكريم للنهاية السعيدة للكلمة الرائعة هو الـ11 عبد الرحمن. شوف عبد الرحمن عدى عبد الرحمن تمريره في اللعبة الماضية. اغلق الكرة الماضية لكن راحت لمصلحة الاتحاد. تقدم عبر النتيجة. رقم 3 العرضية للقائم الثاني تعود عن طريق المهاجم، يعود لخط الدفاعات. لعبة راسية، كرة هوائية. الله 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 الله. رغم المشاكل ورغم الألم ما زال المولودية بالصملة. الضربة التي لا تقتلك تزيدك قوة، تزيدك قوة. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. الجول الثاني. سفيان 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 هو على دور التسجيل. الكرة العالية. شوف الراسية. شوف سفيان، شوف سفيان، شوف سفيان. عرضية مهدي. سفيان بالراسية. المولودية يعود للتقدم، يعود للتقدم من جديد. الله على مباراة، الله على سيناريو، الله على شغف، الله على حماس، الله على رياكشن كبير جدا. الاتحاد يبحث عن العودة ولكن تغطية في الكرة الماضية. حتى الآن الاتحاد يتقدم للخطوط الأمامية ليبحث فيها عن العودة مرة أخرى في نتيجة اللقاء. ربما قد يكون هذا هو الشيء الصعب تماما في أحداث هذه المواجهة. كرة ملعوبة لمصلحة فريق ولاعبي الاتحاد وخطأ في مكان خطير جدا. يبحث به لاعبي الاتحاد عن العودة مرة أخرى. يبحثون به لاعبي الاتحاد عن العودة مرة أخرى. هذا هو بدربال لسجل في آخر مباراة جماعة الفريقين. لكن عزيزي المتابع نتحدث عن أسرع هدف كان ما بين الفريقين وللاعب أسامة. عدت تلك الأيام، عدت تلك الدقائق، عدت تلك السنوات. اليوم في مباراة اليوم نحن نتحدث عن اليوم، رجال اليوم. حتى الآن الاتحاد والمولودية في الدرب الكبير وفي الراية الجميلة جدا ما بين الفريقين.
والابتسامة الرائعة التي قد تعطى لواحد من الاثنين، لكن ربما قد يكون التعادل. نبحث عن نتيجة الاثنين اثنين التي ربما قد تظهر كما ظهرت في المباراة ما قبل الماضية التي جمعت الفريقين. الآن نظرة، الآن عيون، الآن ترقب، الآن كلمة، الآن من أجل حصاد، الآن من أجل عودة، من أجل عودة. الله يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. بن يحيى بن يحيى بن يحيى يحيي أمال الاتحاد ويعود من جديد للمباراة. اثنان 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 اثنان. الاتحاد يعود مرة أخرى على أحداث هذه المباراة. أتحدث الآن على 27 جول، 127 جول لفريق أو 101 101 عفوا لفريق الاتحاد على أجل الوصول. شوف التصويبة اصطدمت في الحائط البشري وغيرت المسار لتعدل المسار لفريق الاتحاد مرة أخرى. بن يحيى الصوب، الدفاعات عدلت المسار والاتحاد يعود مرة أخرى على أحداث هذه المباراة في الليلة الكبيرة وفي القمة الكبيرة. نتيجة 2-2 تتواجد على مستوى هذا المساء، لكن أوهو لم تتواجد. إن في الكلام غير الحديث، أعطي إثارة أخرى، أعطي كلمة أخرى. مهدي عبيد يعطي ركلة جزاء، ركلة جزاء، ركلة جزاء يحتسبها مهدي لمصلحة المولودية، لمصلحة المولودية. يا سلام يا سلام يا سلام. هو من يتواجد اللاعب مهدي، يقدم كل شيء في أرضية الملعب، يمتع، يبدع، يصنع فرجة جميلة جدا في أحداث هذه المواجهة. نتيجة 3-2 ربما قد تكون حاضرة، ربما قد تتواجد على مستوى هذه الأمسية. شوف مهدي، لكن الخطأ الكبير هي ربما فيها ركلة جزاء ولا ما فيها. عاد نترك الأمور التحكيمية للمتخصصين، سيكون عنها الحديث ما بين الشوطين بشكل كبير جدا هنالك للزملاء في الاستديو التحليلي. شوف، هل كان هنالك دفعة؟ هل كان هنالك شد؟ اليد اليسرى هل تعتبر عفوية أو لا؟ 27 رؤوف بن غيث متسبب في ركلة الجزاء. هنا دفع. اليد اليسرى تدفع مهدي اليد اليسرى. ومهدي عبيد يعطي ركلة جزاء الآن، يعطي ركلة جزاء. فريقي المولودية يحتسب مهدي عبيد هذه الركلة جزاء رقم 77، يحتسبها هذا الحكم طول مسيرته على مستوى التحكيم، اللي يقود على مستوى مسيرة التحكيمية 175 مباراة. في هذه المباراة يقود 176 مباراة، يحتسب ركلة الجزاء رقم 77 الآن لمصلحة المولودية. لعمارة أمام منصوري. أغمضوا عيونكم، أدعوا بالقلوب، تأملوا، وضحوا، شجعوا في أحداث هذه المباراة بأن تصدي وأن يهتز الشباك واحد على واحد. لعمارة، الله يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. لعمارة للمولودية يعود من جديد عبر بوابة التقدم، هدف ثالث لمصلحة المولودية. لعمارة يشعل المدرجات.
الدقات يولع على